الآن ننتقل إلى مقر حزب العمل حيث يتواجد مراسلنا مروان عثامنة. مروان، الحزب يعني الذي أسس دولة إسرائيل يقف اليوم في أضعف نقطة له منذ الانتخابات يعني السابقة، ما هي الأجواء بداية عندك؟ نعم رنين، مثل ما ذكرت، حزب العمل يواجه أوقات عصيبة في هذه الانتخابات، خصوصا مع خسارته لأكثر من 60% من مقاعده. من المتوقع أن يخسرها وبالأساس أن تذهب لصالح حزب كحول لافان الذي يضغط على مصوتي حزب العمل والمترددين من بين المصوتين الذين طالما مالوا لحزب العمل أن يصوتوا لصالحهم. بالتالي حزب العمل يعيش أوقات عصيبة. الآن كما ترون من خلفي، لا أدري إذا كنتم ترون من خلفي أو المصور لا يحرك الصورة، تجري الاستعدادات هنا لاستقبال قيادة حزب العمل عند إعلان النتائج أو قبل إعلان النتائج بقليل. لكن الصورة كما تبدو حتى الآن قاتمة، وإن أفادنا قادة حزب أو نشطاء حزب العمل القلائل الموجودين هنا أن القيادات جميعها وأعضاء الكنيسة على اختلافهم يتواجدون في الميدان بين المصوتين لدعم لحثهم على التصويت لحزب العمل من أجل تحصيل نتيجة أفضل لصالح حزب العمل. على العموم جميع النشطاء يجمعون على أن أي نتيجة، إضافة للصحفيين الموجودين، يجمعون جميعا على أن أي نتيجة يحققها حزب العمل فوق العشر مقاعد هي نتيجة ممتازة. نعم، سنعود إليك مراسلنا مروان عثمان من مقر حزب العمل من تل أبيب.